السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أحبابنا الكرام في حلقة جديدة من حلقات كوكب الطيور والحيوانات. إن شاء الله كلامنا النهاردة هيكون عن نوع من أنواع الحشرات اللي في بعض الأحيان بتدخل المنزل، حشرة صرصور الليل. صرصور الليل هي حشرة منتشرة على مستوى العالم، وكمان كتير منا بيعرفها، وبالأخص الأشخاص اللي بيكون المنازل بتاعتهم او بتكون البيوت بتاعتهم قريبة من المناطق الزراعية او الاماكن اللي بيتوفر فيها المياه والزرع. فبعض الاحيان صرصور الليل بيقدر ان هو يدخل المنازل القريبة من الاماكن الزراعية او الاماكن اللي بيتوفر فيها البيئة المناسبة اللي بيعيش فيها، بينجذب هذه الصراصير او بينجذب صرصور الليل للأضواء اللي موجودة في المنازل، ويبدأ أن يدخل البيت أو يدخل المنزل بيدور على أفضل مكان فيه نسبة رطوبة مرتفعة أو موجود فيها نباتات داخل المنزل، ويبدأ أن هو يستخبى ويدارى فيها. بنقدر أن احنا نميز وجود صرصور الليل أو بنقدر نتعرف على وجود صرصور الليل عن طريق الصوت. بمجرد دخوله المنزل وتوفر البيئة المناسبة اللي بيقدر انه هو يستخبى فيها، بيبدأ صرصور الليل انه يصدر في صوت الصرير او الصوت الصفارة اللي احنا بنسمعها، وده طبعا بيسبب ازعاج وقلق كتير جدا لاصحاب المنازل واصحاب البيوت. بيبدأ انه هو يطلع الصوت ده بناء عن عملية مناداه، او بيقوم بعملية ينادي بها على الاناث، او يبدأ ان هو يطلع الصوت ده عشان يفرض السيطرة على المكان لو كان متواجد ذكور تانية من صرصور الليل، فبيعرفه ان المكان ده موجود فيه ذكر وفرض سيطرته على المكان، وبيمنع اي صرصور تاني انه يقرب من المكان ده. في حالة ان صرصور حب ان يدخل المنطقة بتاعته بتبتدي بينهم معركة، وبيرجع يمسك المكان تاني والطرف التاني بيهرب من المكان. صرصور الليل بيصدر الصوت ده عن طريق عملية فرق بيقوم بيها للأجنحة الأمامية، والأجنحة الأمامية بتكون مصممة بطريقة بتؤهله أن يطلع الصوت. الحواف بتاعة الجناح نفسه بتكون عبارة عن أسنان تشبه لأسنان المشط وبتكون صلبة، فأثناء قيامه بعملية فرق الأجنحة بسرعة كبيرة ما تقدرش أنت تلاحظها بعينيك، فبينتج الصوت اللي احنا بنسمعه. وعملية الصوت او الصرير اللي بيطلع ده مش بيقوم بيها الا الذكور فقط. الاناث لا تحتوي الاجنحة بتاعتها على اسنان المشط اللي بتتوفر في الذكور واللي بيقدر ان هو يطلع بيها الصوت. لكن الاناث بيكون او بيميز الاناث عن الذكور ان الاناث بيكون خارج منها انبوب طويل اللي بتستخدمه في عملية التكاثر وعملية وضع البيض. كمان بتكون الاناث ليها اذن، والاذن دي بتكون موجودة على الرجلين الامامية للحشرة. طبعا صرصور الليل لما بيستخبى في المكان بيبدأ انه يصدر الصوت زي ما احنا قلنا، بيعمل ازعاج كبير. اضرار صرصور الليل ملوش اي اضرار صحية يقدر يضر بيها اصحاب البيت، يعني صرصور الليل لا يعض ولا يلدغ، لكن لو تواجد بكميات كبيرة بيقدر انه هو يعمل تلف للنباتات، لانه بيتغذى على الثمار وبيتغذى على النباتات، وبيندرج اساسا من سلالات الجراد. صرصور الليل ليس من فصيلة الصراصير المنزلية او الصراصير العادية، لكن هو في الاساس بيندرج من فصيلة الجراد، عشان كده هو مزدوج التغذية، بيقدر يتغذى على اللحوم، بيتغذى على الحشرات الميتة الصغيرة، بيتغذى على اليرقات، بياكل النبات وبيتغذى على الثمار. عشان كده الاضرار الوحيدة اللي بيسببها هي صوته المزعج لو متواجد جوه البيت. تاني حاجة النظام التغذية بتاعته انه ممكن يعمل تلف النبات، وبالاخص لو كان موجود باعداد كبيرة. ازاي نقدر ان احنا نقتل صرصور الليل، او ازاي ان احنا نقدر كمان نسكت صرصور الليل؟ لو حضرتك عايز تقتل صرصور الليل فده بيكون عن طريق اي عجينة سامة بتقدر ان انت تعملها ليه، وهسيب وصف ليه عجينة قتل الصراصير تحت الفيديو ده. تقدر ان انت تعمل العجينة بناء على الفيديو اللي هتشوفه، وتقدر ان انت تتخلص من صرصور الليل في البيت وتقدر ان انت تقتله. اما لو انت حضرتك مستعجل وعايز تخليه يسكت
فبمجرد ان انت تعمل خفض لدرجة حرارة المكان، يعني لو موجود في بيتك وشغلت التكييف وانخفضت درجة حرارة الغرفة فهو بيسكت، لان الصوت اللي بيطلعه لما بيحس بالدفء، لما تكون درجة الحرارة بتكون مرتفعة وتكون كويسة، فبيبدأ ان هو يطلع الصوت اللي احنا بنسمعه. لو انخفضت درجة الحرارة بتقدر ان انت تسكت صرصور الليل. بكده يا جماعة عرفنا صرصور الليل، عرفنا ازاي نتخلص منه، ووصلنا لنهاية الحلقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Come on, 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 come on